أرخص سيارة من علامة سيطروين وأسعارها. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا نجم لا فيديو باش كل يوم يوصلكم جديد إن شاء الله. تحصلت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات سيطروين على الاعتماد من قبل وزارة الصناعة، وستبدأ العلامة التجارية الفرنسية في التحضير لإطلاقها في السوق الجزائرية بتمثيل الوكيل التاريخي السيكوم لرجل الأعمال عبد الرحمن أشيبو، المعروف بتمثيله الحصري لفورد وسوزوكي وكيا وحتى إيسوزو دايو وحتى الهندية تاتا. بعد حصوله على الاعتماد، فإن موديلات شركة فرنسية سيطروين ستدخل إلى السوق الجزائرية. أهم شيء يبحث عنه المواطن الجزائري أسعار هذا النوع من السيارات، لهذا قمنا بالبحث عن أرخص سيارة لشركة سيطروين. تنتمي سي إليزي لفئة سيارات السيدان، حيث تأتي مزودة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة قدرها 115 حصان مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك أو غير عادي حسب الطلب. أما من ناحية التجهيزات، فهي تتوفر على جميع مواصفات الأمان التي يفرضها دفتر الشروط للدخول إلى التراب الجزائري. وعن سعر سيطروين سي إليزي، فإن السيارة يبدأ سعرها في أوروبا من 14000 أورو، أي ما يعادل 208 مليون مع احتساب كل الرسوم، وهذا عن طريق البنك. ما تنساوش خاوتي يشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا نجم لا فيديو. ربي يحفظكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.